بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بدرس أصلا في مجال البروجرامينج ليا أكتر من سنة، وشغال ديفلوبر لحد دلوقتي. ففي شوية حاجات كده أنا شفتهم بشكل عام، أي حد بيتعلم لازم يمشي عليهم، ولو مشي عليهم هيوصل. الحاجات دي من واقع التجربة البشرية، وإن شاء الله صح مش غلط. لو أي حد عاقل فهو هينبهك عليها، وهي حاجات عامة مش مرتبطة بالبرمجة بشكل عام، لا هي مرتبطة بأي مجال. أي مجال أنت هتدخل فيه لازم تعمل فيه اللي أنا هقولك عليه ده، هتتعلمه. تعال الأول نشوف حاجات معينة وأخطاء هتقع فيها أو هتبقى أنت عاوزها لكن مش في وقتها، والمفروض تعمل إيه. أول حاجة بالنسبة لنا أو أول سلايد، وأنت بتتعلم بتمر بأربع مراحل مهمين جدا جدا جدا. الفكرة إن إحنا بنحاول ننط على رابع مرحلة من غير ما نعدي على أول مرحلة، وبنبص على رابع مرحلة فبنيأس وإحنا في المراحل الأولانية، وبنتعب وإحنا في المراحل الأولانية. خلينا نتكلم في الأول خالص. أول مرحلة هي إنك تتعلم الأساسيات أو الفاندمنتالز لأي مجال أنت هتتعلمه. اخترت AI، اخترت جيم ديفلوبمنت، اخترت موبايل ديفلوبمنت تراك، اخترت فلاتر او اخترت كوتلين او اخترت باك اند بي اتش بي او باك اند بايثون او باك اند نو جي اس، وات ايفر المجال اللي انت اخترته، او فرونت اند، وات ايفر المجال اللي انت اخترته. يبقى المجال اللي انت اخترته لازم تتعلم اساسياته الاول. اساسياته دي اللي انت هتتعلمها هتلاقيها موجوده في كل المجالات التانيه. يعني اساسيات اي مجال، خصوصا اساسيات اي لغه، بتبقى موجوده في كل اللغات التانيه مع اختلاف السنتكس. تمام. يبقى اول مرحله بالنسبه لنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنتعلم الاساسيات، وبنغلط كتير، وبننسى السيمي كولون لو اللغه دي فيها سيمي كولون، وبننسى قفله الفانكشن لو فتحنا الفانكشن وعملنا الكيرلي بريسز بتاعتها، وبننسى ان احنا نكول الفانكشن. فمهم جدا بتقعد تبراكتس بشكل كبير قوي وانت بتكتب اللغه دي، وبتغلط في السنتكس مره واتنين لغايه بالطبيعي بتحفظها. ده شيء اساسي. يبقى في الاول خالص بنتعلم الاساسيات واللوجيك الخاص بالاساسيات اللي هو بيبقى مبني عليه كل حاجه بعد كده. الاساسيات دي بنطبق واحنا شغالين عليها، بنطبق عليها. يعني مثلا اتعلمنا الفاريابلز والكونستانتس، وتعلمنا مثلا الانفايرمنت الخاصه بتاعتنا ازاي بنشغلها، وتعلمنا الكونديشنز واللوبس، فبنقعد نحل مسائل كتير على الحاجات دي. بس المسائل دي الهدف منها، ركز، الهدف منها فقط ان انا اتدرب على السنتكس وادرب دماغي او اشغل دماغي. دماغك دي كانها حجر انت بتلينه مع البرمجه، بتلينه يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، مساله بعد مساله، مشكله بعد مشكله بتحلها، وتقعد تغلط فيها كتير، ممكن تاخد منك يوم ويومين وثلاثه لغايه ما تحلها. ده طبيعي، انت كده ماشي صح، انت كده ماشي في المجال بشكل كويس، اوعى تزعل من نفسك. بس ما توقفش، الفكره انك ما توقفش وانك تحل مره واثنين وثلاثه. اتعلمت، وبعد ما اتعلمت بتقلد. يبقى خلصنا التعليم وتعلمنا الاساسيات، اشوف واحد بيحل على الاساسيات دي كتير. ها تاني، يبقى بعد ما اتعلم الاساسيات اطبق على الاساسيات. بس هل انا اللي بطبق؟ لا، انا بشوف حد بيطبق بقلده زي ما هو. بس كده، بس كده. وخلي بالك وانت بتقلده هتبقى بتغلط برضه. وبعد ما تقلده وتشوف الفيديو مرة واثنين وتلاتة، تلاقي نفسك بعد ما شفت الفيديو بتحاول تعمله مع نفسك مش عارف تعمله. ده طبيعي، ده طبيعي. طب بتعمل ايه؟ بتعمله تاني وتالت ورابع. يبقى بتقعد تقلد وتكرر وتريبيت، ودي حياتنا، وربنا سبحانه وتعالى اصلا خلقنا على كده. عمرك لقيت الشمس الصبح تقول لك انا مش طالعه؟ في تكرار بيتم، حتى حياتنا احنا فيها تكرار. التكرار ده شيء اساسي في حياتنا ولازم تلتزم بيه وتتقبله. ما ينفعش مثلا تيجي مساله تاخدها فما عرفتش تحلها فتتضايق. ما تتضايقش، ده الطبيعي ان انت تقعد تحل وتغلط، وتغلط تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. ده الطبيعي، وتقعد تكرر 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 عشان المعلومه تثبت بشكل كويس. واللي بيفرق واحد عن واحد ان واحد اجتهد وقعد يكرر كتير بافكار مختلفه، ويغلط ويكرر ويغلط عشان بعد كده ربنا يكرمه. فده طبيعي. يبقى الاولى بتعلم، التانيه بقلد بفضل اقل، التالتة بعدل. مش انا قلدت بس، انا قلدت فيديو واتنين وتلاتة واربعة على نفس الحاجة، بيطبقوا نفس المفهوم، بيحلوا نفس المشكلة بس بطرق مختلفة. ما انا ممكن اعدل بقى، لو انا عملت كده هقدر اعدل، لان انا شفت فكرة وشفت التانية وشفت التالتة وشفت الرابعة وشفت الخامسة، فاقدر اخد كومباينيشن من الخامسة واحل المشكلة بتاعتي، واقول دي حلوة واقول دي وحشة بناء على ان انا شفت وعرفت بنفسي. عدلت اقدر ابتكر،
اقدر انا اللي اخترع، اقدر لما تجيلي مشكله اقدر امشي البروسيس الاساسيه في حل المشاكل وانا اللي احل المشكله، مش هستنى واحد عملها قدامي. وهنا دي مرحله الشغل، لما تيجي تشتغل هيديك تاسك، فانت هتعمل ايه في التاسك؟ ها هتحلها وهتعملها. طب انا هحلها ازاي من غير ما كنت كررت قبل كده مشاكل زيها او قريبه منها او عدلت على مشاكل تانية؟ ده الطبيعي وده الفلو اللي انت لازم تمشي بيه، وتخلي النقاط دي اساسيه وانت بتتعلم. صدقني اللي انا شفته في الطلبه وهما بيتعلموا ايه اللي بيحصل، بيكون في المرحله الاولى وعاوز يعمل المرحله الرابعه، ازاي منين يودي على فين؟ ده من سنه ربنا وكرمه علينا ان احنا بنعدي على المراحل دي، لان المراحل دي بتعتمد على المجهود فقط، بتعتمد على مجهودك على اجتهادك، فلو ما اجتهدتش مش هتوصل لاي حاجه. دي اول رول انا بنصحك بيها ان انت تمشي عليها وتخلي بالك منها وانت بتتعلم، وخليها حلقه في ودنك علشان ما تقعش في الفخ بتاعه ويجي لك اكتئاب، صدقني هتتعب جدا. ركز وانصف نفسك واجتهد واعمل اللي عليك. اشوفك في الفيديو القادم اللي هنكمل فيه الرول الثانيه واحنا بنتعلم. السلام عليكم.